مرحبا. بعد ما نشتغل بنعمل اوتوميشن للبراوزر، يعني احنا بنلعب دور البراوزر او الكود بتاعنا هو في بقلبه الدرايفر للبراوزر. طب في حالة انا بدي مثلا اقلع كذا براوزر، هون جربت اعمل انا انستنس هون لهذا الكروم، هذا درايفر دوت كلوز. اوكي، في عنا مشكلة. في مثلا هون ما في شيء اسمه نافيجيت، موجودة ب لغات تانية غير بايثون درايفرات، يعني كمان للسيلينيوم، بس مش عاملينها ببايثون على ما يبدو. ما بعرف كيف بدنا نحلها. بكل الأحوال أنا جربت إنه مثلا تعال نقول هون والله عندي درايفر هون مثلا اسمه دوت جيت، عنا صفحة هذا ويب بيج اسمه ذا انترسبت، هذه صحيفة ما بعرف زي دوت كوم، مهم صحيفة اسم صحيفة. اوكي فتحناها و تعال نسكرها، نسكرها خليها بعدين نسكرها. طيب بدنا نقول بعد شوي انا بدي هذا الدرايفر اعمل له جيت مثلا، بعد شوي بدي اروح على google.com. على فكرة ضروري ال HTTP او ال HTTPS، ما فيك تحط هيك google.com على الحل، ولا فيك تحط www كمان ما بيقبلها. فهذا الكود مثل ما هو هيك حيعمل مشكلة للأسف. طيب ماذا لو نحط close بيناتهم؟ كمان ما بتنحل المشكلة، وهي تنقلع. المفروض هون يكبر لي exception، هذا هو فاتح الانترسبت، هون هي صحة الانترسبت، هي كب exception للأسف ما مش الحل. بقى الحل بكل بساطة هو انك تعمل انستنس تاني درايفر مثلا 2 او 2 equal object تاني equal هاي مثلا. هاي بعدين تعمل درايفر 2.get، هيك ما في مشكلة، هذه حلوة فينا نشوفهم اثنيناتهم سوا. وبعدها الكلوز، ممكن نعمل كلوز، انا بهمني الموضوع طبعا، بس هلا ماشي الحال. ما بدنا نشوفهم اثنيناتهم، نتثقف شوي. فهيدي صحيفة الانترسبت، وهلا حيفتح لي ويندو تاني كرمال جوجل، اثنيناتهم لازم يضلوا فعلا. هاي اول وحدة وهاي التانية. لا، في بالنسبة للنافيجيت بس هيك معلومة على جنب، لاحظت انه في شيء اسمه باك مثلا درايفر دوت باك، هاي اللي عجبتني. ف goes one step in the browser history. اوكي هاي مهمة، يعني هاي نافيجيت باكورد، ما اذا في فورورد كمان او شيء هيك كمان، يعني لازم يكون في نافيجيت، بس انا ما بعرف كيف بدي اعملها بصراحة. إذا حدا بيعرف ممكن يشاركنا المعلومات، في اكتب بالكومنت او شيء هيك. وبتمنى لكم التوفيق، هذا كل شيء كان بدي اقوله بهالفيديو.